جون هاز جاست جراديويتد فروم ستيت يونيفرستي، هي اوز عليه، مستحق عليه 35,000 دولار اهم، مستحقين عليك انه واخدهم يعني ان كوليدج لونز، يعني واخد قروض. But he doesn't have a job yet، ما عندوش لسه وظيفة. The college loan company has agreed to give John a break، يعني توقف شوية، on a deferred payment plan that works as follows. اتفقوا معاني يسيبوه مدة شوية كده. John will not have to repay his loan for 5 years، يقعد 5 سنين مرتاح ما سدش حاجة. During this grace period، المدة الجميلة الحلوة، the loan obligation will compound at 4% per year، يبقى الاي هنا 4% per year، يعني كل سنة 4%. For the next 5 years، من اول 5 لغاية الاخر، a monthly payment will be required، هيدفع شهور، and the interest rate will be 0.5% per month. What will be the John's monthly payment؟ طالبين الـ A over the 60 month repayment period. دول الدفعات دول عددهم 60، لأن 5 سنين، أدي الشهر الأولاني الثاني الثالث، 12 شهر، كل سنة 12 شهر. فخمس سنين يطلعوا 60، يبقى عدد الدفعات 60. فكم يا ترى الـ A دي بحيث يغطي القرض اللي هو الـ 35,000، وهيسيبه 5 سنين، يعني عبال ما القرض يجي هنا نحسب له F اللي هو P في F given P 4% و5 سنين. فالقرض مش هيفضل 35، لا، القرض تعال نشوفه بقى كم. ادي 35,000 كانوا عليه لما اتخرج، وطالما F given P هيطلع اكتر طبعا من الواحد، 5 سنين، ادي 4%، وخمس سنين زاد 1.217، فالراجل بقى عليه جون ده مبلغ محترم، زاد شوية بس مش كتير، 1.217 في 35,000، 4% مش كتير، ف 42,000 عليه، و595 عشان ارتاح 5 سنين، زاد القرض من 35,000 ل 42,500. طيب دلوقتي هيبدأ يدفع أقساط شهرية، عندنا دلوقتي الـ P وعايزين الـ A، ليه؟ لأن هو عليه P لفوق أكبر حتى من الـ 35,000 لفوق، وهيدفعهم أقساط، فإحنا عايزين الـ A واللي عندنا P، P وهيدفع لقدام، لو هنجمع في الآخر اسمها F given A. المرة دي عندنا B في الأول، وهنجيب لها الـ A، يبقى A given P، يبقى A given P ونص في المية وستين دفعة. ليه 60؟ لأن 5 سنين، السنة فيها 12 شهر. طيب الـ P بتاعنا أهو، هو نفس الـ P اللي بقى عند 5 سنين هو اللي هيدفعه، مش الـ 35 بقى، لأن خلاص اتنقل، قعد 5 سنين يتدلع أو مرتاح. نروح للنص في المية، وعايزين A given P، عمود الـ A given P أهو، وستين سنة، ستين موجودة أهي، A given P أهي، 0.0193، يبقى نفس الجواب اللي كان قدامنا ده هضربه في 0.0193، يطلع رقم، عشان نتأكد منه أضربه في كام؟ هو يدفع 60 مرة، اضربه في 60، ولازم يطلع طبعا اكتر من ده، ليه؟ لان اكيد بيكسبه 0.5% كل شهر. فلو ضربته في 60، بصوا كان عليه 42,000، دفع 49,000، طبعا لازم يدفع زياده لانه خد قرض 35 بقى 42، ولسه هيسدده على 5 سنين، فلازم مجموع اللي هيدفعه الرقم ده ضرب ال 60 دفعه اكبر من المبلغ اللي عليه في بدايه مده السداد.